السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام بوزان. بفيديو اليوم بدي أتحدث عن تحذير الشرطة بألمانيا من مجموعة إيميلات مشبوهة. حذرت الشرطة بألمانيا من إيميلات مشبوهة يرسلها محتالون لسرقة بيانات المستخدمين، وهذه الإيميلات عبارة عن رسائل تأكيد لطلبيات وهمية من متجر أمازون لإثارة الشك عند المستخدمين، والإيميل يتضمن خيار أو رابط لإلغاء الطلبية، فيسارع البعض بالضغط عليه ولكن يقودهم لصفحة أمازون مزيفة، وبمجرد إدخالهم لبيانات تسجيل الدخول فسيكون قد تم سرقة حساباتهم من قبل المحتالين. وبعض هذه الإيميلات تتضمن أيضا مرفقات، بمجرد الضغط عليها فسيؤدي ذلك لتحميل برمجيات وتطبيقات خبيثة على أجهزة المستخدمين، لذلك يجب التأكد من مصدر الإيميل قبل النقر على الروابط والمرفقات بداخله، وبحال الشك فيجب القيام بحذفه فورا، وبحال تعرضت للخداع لا سمح الله فيجب التوجه مباشرة لموقع أمازون الحقيقي والقيام بتغيير كلمة السر. هذا كان كش لفيديو اليوم، كان معكم إلهام بوزان، تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.